الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معليش طولنا عليكم في الكلام والناس قد يصيبهم الملل، لكن يعلم الله تعالى المقاصد، وأن المقصود بالكلام بيان الدعوة الحقة التي توصل العبادة إلى بر الأمان، التي توصل الناس إلى النجاة من عذاب الله تعالى والدخول في رحمته سبحانه وتعالى. وأريد أن أتكلم عن صفة من الصفات المهمة ووصف من الأوصاف التي يتحلى بها خيار عباد الله تعالى، وهي صفة الإحسان. الإحسان، وقد سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان كما في صحيح مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسئلة، وهي خمسة أسئلة، سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أمارات الساعة أي علامات الساعة، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة كما هو معلوم في الحديث. فلما سأله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان الناظر إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الإحسان على قسمين وعلى جزئين، ومن جمع الله له سبحانه وتعالى هذين الجزئين فهو محسن، وهو من خيار عباد الله تعالى. الجزء الأول والقسم الأول الإحسان بين العبد وربه سبحانه وتعالى، والجزء الثاني والقسم الثاني إحسان العبد مع الخلق. وانت حاول ابقى محسن. ليه؟ لأن الزول لما نبقى محسن بينال مجموعة من الفوائد، وأنا أذكر لك اختصارا ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن المحسن يؤيده الله تعالى وينصره ويحفظه جل في علاه. أنت لما تبقى محسن الله بأيدك وبينصرك وبيحفظك سبحانه وتعالى. والدليل قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفائدة الثانية أن المحسن يحبه الله تعالى. انت من الليلة حاول ابقى من المحسنين. لما انت تبقى محسن الله سبحانه وتعالى بحبك انت ذاتك كذي، فلان لحبك سبحانه وتعالى. والدليل آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وتاني في آيات تانية بنذكرها إن شاء الله في وسط أو في آخر الكلام. يبقى الزول المحسن الله سبحانه وتعالى بحبه، ولما الله يحبك جل في علا كما قال الله تعالى في أواخر سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي مودة عند بعض المفسرين، مودة في قلوب عباده يحبونه. شكي في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا، إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. زول ماشي في الواطع على كرأيه فوق قال لك رب العزة والجلال ينادي جبريل عليه السلام إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، يقول لي جبريل أحببه فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ثاني الناس بيحبوه، ده من فضل الله سبحانه وتعالى وغيره من الفوائد، لكن انت عارف دي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة ودي فائدة عظيمة جدا، أن المحسن يدخله الله الجنة وينال أعظم اللذات، وأعظم اللذات رؤية الله تعالى. الزول المحسن ده الله بدخله الجنة، وبعد يدخل الجنة يرى الله سبحانه وتعالى، يشوف الله سبحانه وتعالى الجميل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو عنه إن الله جميل يحب الجمال. والدليل على هذه الفائدة قول الله تعالى من سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه الزيادة في صحيح مسلم في حديث صهيب رضي الله عنه، هذه الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، حديث صهيب ده في رياض الصالحين وفي صحيح مسلم في رياض الصالحين آخر حديث رقم 1896 قال فيه عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، دخلنا الجنة ونجاهم من النار ومن العذاب، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. هذا الله يمن علينا بذلك. قال لك يشوفوا الله سبحانه وتعالى في بعض الروايات، ثم تلا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، الزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. شركدي أعظم اللذات لذتان كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، إحداهما في الدنيا والأخرى في الآخرة. أما في الدنيا فالشوق إلى لقاء الله تعالى، الزول في الدنيا لما نصل مرحلة اشتاق إلى لقاء الله تعالى، ده قال لك في مرحلة من اللذة والسعادة لأنه بحب الله سبحانه وتعالى ومشتاق يلاقي الله سبحانه وتعالى. عشان كذا عائشة واللذة الأخرى النظر إلى وجه الله في الآخرة. عشان كذا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، قالت كلنا يكره الموت، قال لا يا عائشة ولكنه العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة الرحمن فتبشره برضوان من الله فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه إلى آخر الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكما قالت رضي الله عنه. فالزول المحسن ده قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب الزول يبقى محسن كيف؟ بأمرين،
الأول أن يحسن فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن عثيمين الأولى، الجملة الأولى الرجاء، والثانية خوف، أن تعبد الله كأن وكأن من أدوات التشبيه، يعني ده شيء مشبه، انت شيء ما حصل لكن مشبه، كأنك تراه، يعني انت ما شفت الله سبحانه وتعالى، والآن انت ما بتنظر بعينيك إلى الله لكن تعبد الله كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. زول بيعبد الله كأنه شايف الله سبحانه وتعالى، ده مش العبادة بيصدق فيها وبيخلص فيها لله تعالى، وبكون خاشع وبكون منكسر وبكون يرجو ما عند الله تعالى. فإن لم تكن تراه، تجي الثانية ودي دي الخوف، فإنه يراك، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو مطلع عليه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فكيف تعبد الله سبحانه وتعالى؟ تحسن، من الإحسان أن توحد الله تعالى، ودي تكلموا عنها الإخوة، وباختصار توحد الله العباد تصرفها لله. أنا كبير شفت واحد هايج بيجاي، الناس دي بتزعل لي، ناس نحن ناس والله يجينا لا بتجمعنا أرحام ولا بلدنا نفس البلد ولا قبائل ولا غيره، ودي جمعنا أعظم من كده، دين الله سبحانه وتعالى، وفي دين الله نحن حدنا الآن إذا قدر الله تعالى ساعة ونكون برا البلد، ما بجي ثاني يمكن ما نتلم إلا في القيامة بين يدي الله تعالى. ما قصدي ساعة ولا نبذ ولا نعكر الناس ولا نزعج الناس في بيوت ولا غير، قصد كله تعبد الله وحده، وحد الله. ما أعرف ليه بيزعلوا الناس، بعض الناس برا يزعلوا، يعني إذا زول قال ليك أسمع خلي شيخ فلان وفلان وفلان شيوخك ديل خليهم، امسك في شيخ فلان وفلان شيوخنا نحن، ازعل. اذا انا قلت لك يا اخي ولا اخواننا ذي شهاب ويسري مشايخ جزاهم الله خير ومجتبى جزاهم الله خير قبل، اذا اخواننا ذي قالوا لك يا اخي خلي شيوخك الماتوا والحيين ويتعلق بشيوخنا نحن الماتوا والحيين، ازعل. لكن خلي شيوخك، هم بيقول لك خلي شيوخك وخلي شيوخنا، شيوخك وشيوخنا كلهم خليهم، اها نمشي لابنه، ففروا الى الله، كفايه ولا ما كفايه؟ لان شيوخنا وشيوخك الاثنين ارواحهم دي بتنتقل الى الله تعالى، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى، سايب يرسلها ولا بيجي يوم الى اجل مسمى، جل اجل بتصيبنا المصيبه، والله قال الموت ده مصيبه، ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت، دي مصيبه كلهم بيجيون. فطالما بقول لك خلي ناسك وخلي ناسي وكلنا نمشي للخلقنا وخلق شيوخك وشيوخي، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إنه كثير قال وهذا هو الفرار إلى الله، أن لا تجعل مع الله إلها آخر، قال ففروا إلى الله أي اعتمدوا على الله تعالى، أو كما قال تفوض أمورك إلى الله، تلجأ إلى الله، تعبد الله، أليس الله بكاف عبدا، كاف كفاية جدا، براه بكف، رزق عنده، الحياة عنده، الإماتة عنده، الأولاد دار ذرية الله بيديك لهم، دار شفاء عند الله، أي شيء عند الله. وديل اللي بتمش لهم البشر ديل فيهم البنوم، الله ابنهم، لا تأخذه سنة
ولا نوم. ديل فيونا اللي بيكبر سمعه بيبقى ضعيف. انا سمعت واحد في ود الفادي بيتكلم من الدعاة جماري او جود الفادي او المهم من الدعاة هناك، جاء هو برضه مقيم فيها، فقال في واحد حكى له ذات الواحد ده اللي حكى له، قال له يا اخي انا عندي صاحبي، ده تعبان مع امه كل مره، الشيخ الشيخ الشيخ، وهو ذاته مرات يطلب نادي الشيخ. قال يوم ساقني مشينا للشيخ زياره، قال وصلنا الشيخ، قال الشيخ كبر بعدين بقى ما بيسمع زي الناس. صاحبه ده وهو قاعدين مع الشيخ قال له يقول له الشيخ اها شوف ليه الشيخ فلان جنبه، قال ده يقول له قلت شنو؟ يقول له الشيخ الشيخ فلان لا قدرت عيدة ثاني، قال له اسمع وجنبك بيقول لك عيدة انت في اخر الدنيا تناديك قدرتي بالراحة، قال له جنبك سمعوا ماله بقى شنو؟ ضعيف تنادي من اخر الدنيا أسي ده فهم، لكن انت عارف عين فوق شايف النجوم دي، والشمس، دي نقربوها اكبر من الواطا، النجوم دي ابعد منا، هي مطره كر مويه قدر كذا، الناس بتخش جوا البيت كان صبت مطره بتاعت نجوم دي جروين، النجوم دي ما بعيده وكبيره تصل فوق تصل السماء، السماء ذاتها بعيدة سموكها كبير جدا تصلت تخش بغاد، بين السماء والثانية حاجة بعيدة تصلها، الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة فوق للسماوات، وتمش تمش تمش سدرة المنتهى، وتمش فوق 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 لما انتصل أكبر مخلوق اللي هو العرش، مش أعظم مخلوق، أعظم مخلوق الرسول عليه الصلاة والسلام، مكانته أعظم عند الله تعالى، لكن أكبر مخلوق العرش، فوق للعرش رب العرش سبحانه وتعالى، ما مستند على العرش ولا محتاج للعرش، فوق له فوق له، بعد الفوق ده كله جوا المعدة بتاعتك دي المعدة بتاعت فلان ده اتغدى بشنو؟ أنا ما عارفه ما شايفه، لكن الفوق العرش ده شايف جوا سيدي ما عظيم. عشان كذا عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. ليه قالت العبارة دي؟ قالت جاءت المرأة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وهي في حجرتي وأنا في جانب من الحجرة، ويخفى علي بعض حديثها، والله تعالى يسمع قولهما في غرفته يبقى جنبه بس، والمرأة دي بتتكلم معاه وبتجادله في كلام عائشة في الغرفة ذاتها ما سامعها رضي الله عنه. والله قال قد، من أدوات التحقيق، كلام محقق ما فيه شك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ده كله متعظم الله سبحانه وتعالى، توحد الله، تجعل عقيدتك فيه، تلجأ له وحده ولا شريك له، فتحسن بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اثنين وأخيرا، تحسن مع الخلق، مش مع المسلمين بس، مع الخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني مرات بيكون الإحسان ذاته بيشي من الشدة، لكن برضه يكون فيه احسان، مش البهيمة دار تطبحها شدة تطبحها، لكن تحسن لها تسن سكين كويس وتشربها
تخليها ما جيعان وعداك شنو تطبحها تحسن لها باقي المخلوقات تحسن لها. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي، ما قال ادفع بالتي هي حسن، لا ادفع بالتي هي أحسن، وأحسن على صيغة أفعل يعني للتفضيل، أحسن ما عندك تقدم. ولمنو؟ للأساء لك. أما في الدين الزول الأساء لدين الله سبحانه وتعالى ده من الإحسان أن تكون قويا معه، ذاته من الإحسان. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يا أخي واحد قال دخل المسجد دار عمل نصيحة، واحد اداه كف تر، الناس منتظرين انه يشاكل وضاري وكذا. قال يا اخي انت كافدني ليه؟ هسه انا يمكن دار اقوم اشحد. قال انت كافدني ليه؟ قال الزول ده جاي يمرق الجامع تتشبه فيه. قال له والله الا تتكلم. قال والثاني تجي تتكلم. قال تجي تتكلم انت ما تستعجل، تمشي جامع في عمك كبير زهجان والرطوبة مواجعاه وعنده مشاكل وبهيم تراحت وبيجي بتفشى فيك. زي واحد من اخواننا مجى السلمة سوى نصيحة ضعيف، حكى لي براو انتهت النصيحة لما فيه جماعة بسلموا عليهم متكيفين. قال لي في حاجة ماشية عندي. قال لي والله وشك ده هو ضعيف. قال لي وشك ده فيه حالات كف. قال لي يا حاج، قال لي معناك يا اخي تكفتني ليه؟ قال قال لي يا حاج معليش، الرسول ضربوه صلى الله عليه وسلم. قال لنا انتوا مثله، انتوا مثله فوق مجا. فانت شنو تصبر؟ قال ما تحسن لا تصبر. وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى: وقولوا للناس حسنى تحسن لهم تبين لهم الخير والتي احسن وتصبر على ذلك. اما المعاند وصاحب الشر المعاند والذي يضر الناس هذا من الاحسان ان تشد عليه، من الإحسان والرحمة بالخلق أن تشد على هذا لتمنع الخلق من شره. ودي مواضيع كثيرة قد تطول، لكن هذه بعض الكلمات حول. نشكر الله سبحانه وتعالى أولا على أن من علينا بهذه الكلمات وبهذا الاستقبال، ثم بعد ذلك نشكر لأهل هذه المنطقة والمسجد ومن حوله ممن سمعوا لنا وأنصتوا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. تفضل. سؤال عندنا هنا دريف الغلية بعد الغلية دي فوق الضلع دي، نعم حجر كده مخطوط طلع من قديم زمان تتعبد وتطبع في المناعم دي، قصه واقعيه دار اقول لك عشان تعلق عليه تعقليه. نعم اسمه بجر ابو بجريه. نعم بجر ابو بجريه ده بشر ابو بجر ابو بجريه. نعم صار عندنا ناس اي مولود عندهم عنده طبيعتين فوق البشر، ولو ما ضبحت الطبيعتين ديل بتضرر. وعندنا قصتين واقعيات من البشر ده ذاته. أنا عندي أختي كانت متزوجة في الغرية دي ذاتها وأنجبت بيت وقام اختلف هي وزوجها، جاتنا بالبيت. طبعا إحنا ما عندنا حاجة اسمها بشر ولا تطبح لها ولا تقوم ولا تقعد تموت والله ده ما عندنا معاش غلط. قام أبوه جاء قال لنا يا أخي البيت فوق زيارة، كان ما وديته بشر وطبحته له البنت صلى ما بتسلم. قلنا له تسلم ما تسلم تعي عندك معاش غلط، اصله ما بنطبح عليها. الواقع شنو؟ قامت البنت قامت فيها عواره في راسه، العواره دي قامت عاديه وقدر من عارين في العواره دي، عدت لها فيها قريب سنه ونص في راسه دي ما تراحت، لحد ما ابوي رجع امه وصواري صاقه مشي طبح لها وحلق لها فوق بشر، لانه عندهم الحلاقه اولانيه الطفل لو ما حلقوا له بشر ما بيسلم. ده واقع. بعد حلقوا له بشر ده العواره دي راحت. عندهم واحد ثاني ودهوهم برضو انكر الكلام ده، جابوا له ولد وبيمشي يطبح له، قال البشر ده كان حق بس يجي يشيل اصله ما بيطبح له، البرق يتكسر. يعني الولد ده عمره 5 سنة ما قام. دارين اشوف الواقع في الكلام ده شنو؟ انه البشر ده الاثر الحسي على الناس ده شنو عشان هو بيعمل لهم. جزاك الله خير. طيب الكلام الذي ذكر انه في منطقه وبشر ابو بشريه
والمنطقة دي بيذبحوا فيها وفيها شيء من العقيدة، وإنه إذا ما ذبح بيحصل للزول شيء من الضرر وإلى آخره. الكلام ده فيه نصوص، والقرآن أرشد إلى مثل هذه الأمور كيف يتعامل معها، والسنة أرشدت إلى مثل هذه الأمور كيف يتعامل معها. قال الله تعالى في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني شنو الآيات دي؟ قل إن صلاتي معروفة، ونسكي أي عبادتي ومنها الذبح، من النسك الذبح، ومحياي أعمال الحياة، ومماتي أعمال الممات لله رب العالمين. الحاجات دي كل الأربعة دي، الصلاة والنسك ومنه الذبح وأعمال الحياة ومحياي وأعمال الممات ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ما في شريك بتشرك بالله تعالى بهذه الأمور الأربعة فيه سبحانه وتعالى به. قال لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فالذبح والصلاة والعبادة كلها لله وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ده من أسباب اللعنة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد بنذر، عنده نذر، نذر أن يذبح ببوانة، وفي بعض الضبط ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. أفيها عيد من أعياد؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، إلى آخر الحديث. فسألوا سؤالين: إذا في مكان يذبح فيه لغير الله يعتقد فيه أن هذا المكان فيه عقيدة باطلة، يعتقد فيه عقيدة في غير الله تعالى، ده انت ما بجوز لك شنو توفي فيه والنذر، وما بجوز لك تذبح فيه. وإذا فيه عيد من أعياد الجاهلية، من أعياد أهل الباطل، ما بجوز لك شنو توفي فيه النذر. دي مسألة. المسألة الثانية: الزول ولد له مولود، المولود ده ذاته في الشريعة انت ما بتفرح وبتشكر الله سبحانه وتعالى. واحد من العلماء اسمه صالح الفوزان، عنده كتاب اسمه الملخص الفقهي، ذكر فيه المولود ده إن ولد بتذبح لله سبحانه وتعالى، وما في مكان زي ده لنص الحديث السابق، وإنما تذبح لله تعالى في يوم سابع ولادته كبشين، تذبح اثنين لو ولد ذكر، ولو أنثى تذبح شنو واحد. بعد ذاك الما بيستطيع الولد ذاته بجوز يذبح له شنو واحد، والما عنده بالكلية ما عنده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفوزان علق قال: الذبح ده ليه؟ قال: الذبح ده نوع من الشكر لله تعالى إنه الله هو الأدى شنو الجنة. وذبح إلا لك الإشكال بتاع البشر ده، أبو بشرية، أبو بشرية ده مشكلته دي، الموضوع ده بحلة الجنة البديه الله ولا أبو بشرية؟ مش الله يا ناس سبحانه وتعالى؟ والدليل على إنه الجنة بديه الله، ما بدي شيخ ولا غيره، آيات واضحة. خلي لها باقي الآيات الثانية، بس أنا دار أديك موضع واحد، سورة النازل برة والجوة بعرفوها، سورة الواقعة. قال الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. انتم مصدقين كلام الله سبحانه وتعالى؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، ده بين الزوج والزوجة، أفرأيتم ما تمنون.
أأنتم تخلقونه أم نحن جنو الخالقون؟ ما واضحة؟ واضحة. الله قال لك الجنة ده. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الجواب الخالق هو الله سبحانه وتعالى. طالما الله خلق جل في علا يبقى تطبح لمنه؟ لله سبحانه وتعالى. تطبح له والله جل في علا جنب بيتك بس في الشارع جنب الباب عشان ما توسخ البيت او جوا البيت تطبح له هو سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه مساله النفع والضر، عواره وما عواره وكذا. النفع والضر اللي بيملك منه الله سبحانه وتعالى، بيملكنا البشر ولا الله؟ الله. الدليل اديك موضع واحد بس، قال الله تعالى في سوره الرعد: قل من رب السماوات والارض؟ قل الله. قل افاتخذتم من دونه اولياء؟ الله قال لك انت تركت الله سبحانه وتعالى واتخذت من دون الله اولياء. قل افاتخذتم من دونه اولياء؟ ما لنا الاولياء؟ لا يملكون لانفسهم. البشر ده وغيره لو سلمنا جدلا انه ولي، قال لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. واضحه ولا ما واضحه؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ ام هل تستوي الظلمات والنور؟ ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. طالما بيملك النفع الله سبحانه وتعالى وبيملك الضر او الضر الله سبحانه وتعالى، يبقى انت تفر لي الله جل في علا وما تفر لي غير الله، ده ما بيعمل لك اي شيء. النبي عليه الصلاه والسلام الله قال له في سوره ال عمران: ليس لك من الامر شيء. انتهى الموضوع، ما عندك شيء. وخلي البشر، الرسول عليه الصلاه والسلام يوم احد واحد من اليهود اسمه عامر اليهودي، ده حفر له حفر شرك. لما جاء يوم احد سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفره من الحفر، حتى فوق لابش في الشارع، فسقط في حفره من الحفر وشج راسه، الدم سال كر، وكسرت رباعيته، السنين التحت كسرون صلى الله عليه وسلم، وسال الدم منه صلى الله عليه وسلم. أسي أعظم الرسول ولا البشر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وذات الدم سال منه، ده سال منه. تقول لي عوارة جنب البشر ما جو وكذي وواوا إلى آخره، بيحصل وما بيحصل. أسي نحن ما عارف البشر ولا غيره، ما عندنا ولا عوارة أسي في راسنا ولا كيف يا جماعة؟ في ناس كتار أسي ما بعرفوا البشر ولا بيمشوا للبشر ولا عندهم عواره ولا ودون للبشر. بعدين قبل البشر ده كان العوارات بيودوها وين؟ قبل ما يندوا البشر. خلي الحجر بتاعك، وده حجر ولا ريدر ولا حجر ولا شاحن، ده كلام يا ناس باطل، ما تعتقدوا عقائد زي دي. الزول يكون عقيدته في الله، ديل بيخوفوك. شفت ناس البشر ديل؟ هو البشر انا ما بعرفه، لكن العقيده مزعله دي، ده بخوفوك. السفنجه دي بخوفوك منك، يعني انقلبت يقول لك صلحها، يخاف من السفنجه. ها ومات مات اشوف ده مات عادي، ده مات من تحت بيسوي عوار. هاي ما كلها وهم زاي يا اخي احمد النيل، ده مدفون جنب جامعه الاهليه، لقيت له بيان جنب استاذ الهلال. انا ما عارف المريخ ما بيزعلوا منه، ما سجل استاذ الهلال المرق وبيغادي شو الشغله دي، جاوا بيغادي شو كلام كله فاضي. ها الواقع هو ما في اصلا. ايوه الواقع ده ابتلاء من الله تعالى. الواقع ده المساله دي ابن عثيمين علق عليه، قال لك مرات الزول اللي فيه عقيده ده مرات بيعمل اشياء بتخزله زياده. قال زي مسيلم الكذاب في بئر، قال البئر دي المويه بتاعتها قلت، جابوا لها مسيلم قالوا ده طبعا النبي هو كذاب، قالوا يصلح علينا. جا مما قرب من البير دي وعاين لها وهبشها، قال فغارت عينها، انطفت مره واحده، نشفت مره،
زيدان الله ابتلاه، ابن عثيمين ذكر الكلام ده في شرحه لرياض الصالحين، زيدان الله ابتلاه خزر شنو؟ وقتي طوال. في نوع بيحصل العكس، ابتلاء من الله تعالى. وانا قبل قلت لك الاشكال ده حلته السنه. الدليل على الكذب اخر الزمان من علامات الساعه ما يسمى بالمسيح شنو؟ الدجال. ده بيقول له انا رب. بعدين بيقول للسماء امطري، بيحصل شنو؟ كر بتجيب مطر. الارض اخضر بتخضر. الزول ميت بيقول له قم، فيخيل للناس انه قام، يكون قرين وغيره، المهم يخيل للناس انه شنو؟ انه قام. فاذا عنده اشياء بيشوفوها الناس بعينه، لحد ما بعض الناس يصدقوا انه ده شنو؟ انه الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه اعور، وربكم ليس بشنو؟ بأعور. فالزول الان الشده زي ما المسيح الدجال بيقول اشياء وبتحصل، لكن في علامه واضحه، الله ما بخلي الناس يضلوا، في علامه واضحه انه اعور، دي بتزيد الناس يقين انه ده ما رب العزه والجلال، وغيره من الاشياء الاخرى. ده نفس الشيء، ده زول مات ما عنده تاثير اصلا، لان الله تعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال أأموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. والحاجه الثانيه انها صخره، صخره، ومسألة الصخرة دي لو كان في صخرة أصلا القرب منا وعدم القرب فيه تأثير، القرب منا بيشفي وعدم القرب منا بيجيب العوارات وغيره، والما بيمشي ليها بيحصل له عوارات، كان تكون الكعبة ولا ما ياهو، كان تكون الكعبة ما كان تكون فيه. وده حجر، دي عقيدة الأصنام الأوائل إنك تعتقد في شنو؟ في حجر. فأشياء أحيانا والتفصيل في المسائل دي طويل جدا، أو وتوسع فيه وبين فيه بيانا مقنعا الشيخ العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن، قال بتحصل أشياء ابتلاء من الله تعالى، وقال دي الأشياء دي قال مرات بتكون من الجن وبكون فيها تأثيرات، قال مرات قال الجن يدخل في عصفور فيخاطب الناس، الطيرة دي تتكلم مع الناس، قال ويذهب من له عقيدة في القبر، والله في كتاب الفرقان كاتبة كذا، من له عقيدة في القبر، قال فيتكلم معه الجن ويرى صورة صاحب القبر، لأن الجن يتمثل في صورته، فيعتقد أنه رأى صاحب القبر، وهو إنما رأى شنو؟ الجني. فأحيانا بتحصل أشياء زي دي ابتلاء من الله تعالى وامتحانا منه سبحانه وتعالى. تقول يا الله الشدة الشدة ما فيه شيء وما بينفع ولا بضر، تمش ليه تبتلى، حصل لك ضرر، انت بعدها لإيمانك بتصدق كلام الله سبحانه وتعالى، ولا بتنجر وراء هذه الابتلاءات فتسقط في الهاوية. فدي الناس ما تشتغل بها ولا كذا، انما تجعل عقيدتها في الله. التأثيرات دي امتحان من الله تعالى، الزول يتحصن ويذكر الله، لا بتجيه وارة لا بتجيه ضربة ولا أي شيء. هاي ما هاي كيف بطريقه الشيعة عديد اخونا شيخنا شهاب ببالي يتكلم عنه، لكن انا اديك عنه مختصرات بسيطه. اولا الشيعة عديد ضلوا في مساله الامام، ده بدايه ضلال، ضلوا في مساله الامام انه علي بن ابي طالب حق بالامام من ابي بكر وعمر وعثمان ولا ما احق والى اخره، والمساله دي مفروغه عند المسلمين ان افضل الصحابه هم هو من ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لما انغلوا في المساله دي بعد ذاك، ده بدايه الضلال، بعد ذاك جابوا انحرافات ثانيه اخطر من المساله دي. اليوم بيقولوا القران محرف، وبيقولوا عائشه رضي الله عنها وقعت في الفاحشه رضي الله عنها، وقد برأها القران، الطيبات للطيبين، وزوجها طيب وأطيب الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنها شنو؟ طيبة رضي الله عنها، وهو إلى آخره من الأدلة. ثلاثة بكفروا أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، وبكفروا أو بيروا أن الصحابة ارتدوا إلا مجموعة بسيطة من الصحابة، منهم المقداد وعلي رضي الله عنه والحسن والحسين إلى آخره. كذلك من عقائدهم
هؤلاء الرافضة بيروا المدعى التي ذكرها، وبيروا ما يسمى بالتقية، إنهم يظهروا لك شيء وهم يبطنون شيئا آخر. بعد ذلك عندهم عقائد ثانية كثيرة وعندهم ممارسات كثيرة خاطئة، والنازل على الانحراف مجرد ما الزول قال القرآن ده محرف، بعد ذلك الزول ده اختلف معانا في شو؟ في أصل الدين وفي أصل المرجعية وفي أصل دين الله تعالى، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى إذا صح التعبير. دي مسألة. النازل بيدخلوا للناس بمداخل، أوائل المداخل بيدخلوا لهم بمدخلين. المدخل الأول أهل البيت وآل البيت وحب علي رضي الله عنه وحب الصحابة. طبعا عندهم عقائد كثيرة منحرفة، أنا اختصرت عليك بس، من دون 12 إماما ذل معصومين وإلى آخره، كلام طويل جدا. طيب آل البيت يدخلوا بشنو؟ آل البيت وتعظيم آل البيت وهؤلاء وإلى آخره، ده واحد. المدخل الثاني بيدخلوا بالطعن من علاماتهم، بيبدوا يطعنوا في كتب السنة. أنت عشان تعرف الزول شيعي، من العلامات في البدايات تلقاه شنو؟ أول شيء بيتكلم عن علي رضي الله عنه كثير، ولو اتكلمت عن علي رضي الله عنه كثير ما عيب، لكن تغلو فيه وترفع فوق أبي بكر وعمر، دي نقطة، دي من العلامات. اثنين الطعن في السنة، يقول لك البخاري ده عندنا فيه رأي، ليه؟ البخاري ده ما بروي ليدين وبروي ليدين، وفي احاديث كذا وما في احاديث كذا، يشككك في البخاري. مجرد ما وصل معاك درجه انه البخاري ده محرف ولا البخاري ده ما كتاب معتمد، انت كمسلم عندك البخاري ده اعظم كتاب او اصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، نصح الكتب دي ما عندك فهم. تعلق في البخاري بعد شويه بطعن في مسلم، بعد شويه في سنن الترمذي ابن ماجه الى اخره، سنن ابي داود الى اخره، بعد شويه بخش لك في التاريخ، كتب التاريخ يحاول شنو؟ يجيب القصص الضعيفه فيها والقصص المكذوبه، ويطعن في بني اميه، ويطعن في معاويه رضي الله عنه وفي ابي سفيان، ويقول لك فاطمه مظلومه وابو بكر ظلم فاطمه، ولا ظلم ولا شيء رضي الله عنه، كذب زائف افتراء. بعد شويه يغر صدرك تجاه الصحابه، ثاني شويه شويه خش لك في القران، ولك القران ذاته جبريل كان ما دار الدين محمد اصلا، دار الدين وعلي بن ابي طالب وغلط الدار لمحمد صلى الله عليه وسلم. بعد شويه يقول لك علي بيفصل بين القضاء، علي بيفصل يوم القيامه بين الناس يوم القيامه، وعلي رضي الله عنه. وبعد شويه بيتكلم لك في الحسين وكربلاء وما حدث والى اخره، ولو ويا ريت لو بيجيب الحق في المسائل، انما كذب وتحريفات. بعد شويه من العلامات الطعن في ائمه الحق، يطعن في ائمه الحق من الدعاه الى الله تعالى والى توحيد الله سبحانه وتعالى، ويبدا يشككك في اشياء كثيره من الثوابت عندك في دين الله سبحانه وتعالى. فدي مداخل النازل، يقول علي بن ابي طالب وال البيت، قال ما بحب ال البيت والى اخره، وبتبدا المصائب. دي بعض النبذ والمختصرات، انهم كتب مصنفات كالكافي وللكلين، مجموعه من الكتب المنحرفه. هاي يقول ايوه ذبح المباني الجديده، ده فيه تفصيل. يعني انت بنيت لك عماره في الاساس تطبح، في الاساس بتاعها سويت اساس وتطبح، يقول لك يا اخي ما ضبحت العماره دي شنو؟ بتقع، ده شرك بالله تعالى، ده اقل درجاته بدعه، لكن هو شرك بالله تعالى. بعضهم يطبح للجن، يشتري عربيه جديده يقوم يطبح يشيل الدم ولصق وتلقاه 75 في القذافي، يقول لك ده شنو؟ عربية دي ما ضبحنا لها، بيحصل لها عارض وبتنقلب وبيحصل لها وكذا، ده من الشرك بالله سبحانه وتعالى.
وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله تعالى، لأنه ذبح للجن وللشياطين، وفي العتب تلقاه يذبحوا في العتب. لكن لو زول ذبح شكرا لله تعالى، بنى له بيت وشكرا لله تعالى، زاي بس قال انا والله اذا اتقرب لي الله اشكره على الشيء ده، على النعمه اللي انعم بها علي، وضبح دائما اقول له انت وقعت في الشرك. لكن بنقول له والاولى ان لا تذبح، اعمل اي شيء غير الذبح، لانه الذبح الان اتعلقت به شبهه. فانت اترك الشيء ده، اعمل اي شيء، لانه الان اتعلقت به عقيده. انا الان شخصيا اذا الله من علي وبنيت لي بيت ولا شيء، اصله ما بضبح ولا اجداد ذاته الا جوا اكل براء وبنادي الجيران على دقيق الطريق. لكن شنو؟ ما بتذبح ليه؟ نحن عم نقول الكلام ده، الاولى ان لا تفعل هذا الفعل، لانه شنو؟ صار ذريعه شبهه، شبهه للناس. لكن انت دار تعمل شيء فرحان ودار تشكر الله سبحانه وتعالى، هاي وزع لك شيء، كان ما وزعت ولا اي شيء، كان جاتك وساوس انه ان ما وزعت بيحصل لها كذي وبيحصل لها كذي، ما توزع اي شيء. سوي العماره دي وخش طوالي ولا تضبح. ها؟ هاي البن ده انا ما اعرف الناس بيجيبوا البن والعيش الحب، العيش الحب برضه والكمون جزاك الله خير. وانا كنت طلبه زمان في بيت شغالين، المعلم بتاعنا ذول مسخن كده، المرة جابت لها ملح قالت كبوه، الجماعة جاء وقت الفطور قال الفتة دي مسيخة، جيب الملح ده أقبل جين بلا شيء، جين بتاع شنو يكبوا له ملح وكذا. أنا ما أدري يعني ديل بيكبوا البن للجن مزاجه ينظبط ولا يشرب جبن، ده كله يا ناس ما بجوز. بل واحد من الناس ديل هناك في كافوري من الناس، واحد بيحرس له عماره بعرفه باسمه، قال لي في مره ست العماره ولا راجل قال جابت فكه حديد شتتها، هو مسجل انا ما متكيف من سيجارته دي، لكن يوم ذاك تكيفت له بيسجل، والسيجاره كانت ب 200 انسغلت كلها حرام ب 200 وبغير، فمسجل جابت الفكه قالت له كبها خذي للجنه، قال لي انا شلت الفكه حطيتها طوالي شنو في الجيب وكذي، بعد شويه مشى سجر هاي سيجارته، ده خير من اللي بيفكوها للجن ولا ما خير يا ناس؟ دي ما معصيه لكن ده شرك بالله تعالى. انت جن ممكن تجي تغش وتغش بفكه ولا تجيب له قروش زي الناس اخرى، كله هوساي وكله كذي. وليه لا تكب عيش حب، لا تكب كمون ولا سكر ولا فكه ولا قروش ولا اي شيء، ما تكبه الاساس ده، تجيب له سيخ تجيه تمام وكي تدعو الله تعالى وتبني بنيان عادي وواوا الى اخره. يا اخي سليمان عليه السلام ده يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا ال داوود شكرا وقليل من عبادي يشكر الشكور. سوى له بنيان عجيب، لا ورد انه ضبح له ولا شتت فيه حاجه ولا غير. فده كله يا ناس من الباطل. بنيت لك عماره ولا بيت ما تسوي اي شيء، تشكر الله سبحانه وتعالى وتعزم الناس في خير وكده. اذا عملت الشيء شكرا ده ما بنقول حرام، لكن الاولى الا تذبح. اذا مثلا ذبح اذا ذبح شنو؟ للعمال يعني. ايوه للعمال، اكرام للعمال وكذا ما اشكال. ده خير ده يحصل. اذا كنت مريض والله حصل لك حادث. أي. في ناس الواحد ينجى من حادث بيعمل زبير ما اذا عمل الشيء ربنا شفاه يسوي له كرامه يجيبه في المساجد ويوزعها. الزول اذا عمل الشيء شكرا لله تعالى نحن عم نقول ده شرك. لكن اذا ارتبط، اذا هو يعني الناس بيفهموا من فعله، هو قدوه بيفهموا من فعله انه واجب على الناس او من الدين انه كل ما زول جاته مصيبه يفعل الشيء ده، ده ما يفعل الشيء، لانه يكون زاد في دين الله تعالى ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. اي بس في زول خدم لهم وريحه كويس، اذا ضبحها ولا ممنوعه؟ اي اذا ما بالتفصيل ده، الزول ده اذا انت تعلم منه انه بيذبحها خوفا على فعله ده على العماره العملة عنده فيها عقيده، ده ما بجوز لك تاكل معه. لكن شكرا لله، شكرا لله تعالى، وانت بعدين
بعد ذاك ده بجوز ما في ما في شيء والله يا جماعة الناس الآن في الغالب بيضبحوا عندهم عقيدة فيها فديت بتستفصل الأصل إنه إنسان ما بيسأل من الأشياء لكن الآن بقت فيها عقيدة عند كثير من الناس فأنا بستفصل منه يا شيخنا أنت المسألة دي إذا ما ضبحت الشيء ده بيحصل له شيء أي والله بيحصل له ولو كل يا زول إن شاء الله الشطة ما تخنقك تبقى مالك ولو كل ما بجوز لك تاكل ولا ما بجوز هاي تنصح ولا ما بجوز لك الشيء الفعل لو توب لربك والضبحت دي مالي الله دي ما صحيح حتى لو سميت فيها اسم الله تعالى أنك أنت ذبحت على شر وعلى باطل جدي على الكلاب ده أصلا ودين ما مسؤولين جدي عليه ونكت لك يا أخي أنا خسرت أو كده تفضل إذا في علاج شراب الدكتور شنو تعالى غير ربك فيه والله ما فيه علاج غير الدكتور فيه علاجات كثيرة أي في ما هو أصلا تقسيم العلاج ده على قسمين شيء شرعي أسباب شرعية وأسباب مادية دنيوية والشفاء في النهاية من الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفي العلاج الشرعي بالدعاء وبالرقية الشرعية في غالب الأحيان بالدعاء وبالرقية الشرعية تدعو الله سبحانه وتعالى يشفيك زي ما فعل أيوب عليه السلام وبالرقية الشرعية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ابن القيم قال القرآن دواء لأدواء يعني لأمراض الأبدان والأرواح والقلوب يعني ما إلا من السحر والعين والمس حتى المرض في الجسم ملاريا غيره ترقي من القرآن عداك تتخذ الوسائل الدنيوية الأخرى دي زي الطب زي يعني تترك ما مجموعة من الأكل التي الأكلات التي فيها ضرر إلى آخره بعد ذلك تتخذ الوسائل شنو الأخرى الوسائل الدنيوية تمشي لدكتور عندك مرض معين في يدك في غيره بتتريض رياضات معينة إلى آخره تتخذ الوسائل الدنيوية المادية الأخرى أي شيء غير القرآن وغير الدواء الشرعي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير الأشياء المثبتة بالتجربة من ناحية مادية المثبتة بالتجربة من ناحية مادية ما عندها علاقة بالدين يمتع علاقة يعني واضحة بالدين ليه زي مسائل الطيب وهو إلى آخره التي ذكروها أي شيء غير السببين دل تتخذوا ده من الشرك بالله تعالى يعني تجيب لك نحاسة تقول النحاسة دي فيها شفاء ده من الشرك بالله تعالى دي قاعدة الصلاة أهل العلم من كتاب الله قالوا اتخاذوا ما ليس بسبب كونا ولا شرعا سببا اتخاذ ما ليس بسبب كونا ولا شرعا سببا من الشرك بالله تعالى استدلوا بقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لا يقربون شرعا ولا كونا وهم اتخذوهم فاتخذوا هذا السبب فكان شركا بالله سبحانه وتعالى من الشرك الأعياد الأعياد دي ما كثيرة الآن الأعياد الموجودة الآن في الواقع كثيرة لكن الشرعية اثنين إذا الفطر وعيد شنو الأضحى بعد ذاك الناس بيقول لك الجمعة لكن الجمعة ما يطلق عليها اسم عيد بالعيد الإناث لأنه ما بتنطبق على باقي الأعياد الثانية لأنه ديك يحرم فيها بتاتا الصوم إلى آخره حتى لو قضاء أما الجمعة قضاء فإنه يصام فيه باقي الأعياد دي كلها باطلة كلها ما بتجوز عيد الأم عيد السنة عيد ما بعرف اللي بيسموها حولية برضو دي عيد لأنها تعود وتتكرر المولد كلها عيد الكريسماس كل الأعياد دي كلها لا تجوز في شرع الله سبحانه وتعالى ومن البدع التي حرمها الله والفراش ده الصحابة كجرير بن عبد الله البجلي
رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت في بيتي وصنعة الطعام، في بعض الألفاظ وصناعة الطعام من النياحة، من النياحة زول ما يفرش وكذلك، وإنما يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما قولهم واستدلالهم بحديث جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما، ده ما فيه دليل يعني، لأنه باقي الحديث ببين فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. الناس اللي انشغلوا بتجهيز الميت أو انشغلوا بحال الميت فضلا عن تجهيزه لأنه أصلا شهيد، انشغلوا بحالهم ومع هذا الميت حتى أنهم لم يصنعوا طعاما وأصابهم من الابتلاء ما أصابهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اصنعوا لآل جعفر طعاما، ما قال للضيوف اللي بيجوا في الموضوع دوس ولهم صيوان وأعمل وإلى آخره، ما أمر بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. البنوك دي يا ناس إذا الزول بيخد قروشه وبيجي يشيلها زي ما هي من غير فائدة ولا كذي، دي ما بنقول بحرمتها، لأن اليهود يتعاملون بالربا وتعامل معهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المعاملات الموجودة الآن اللي بيسموها الفائدة اللي بيسموها التمويل الأصغر، والمعاملات دي كلها ربوية وبعضها تحايل على الربا، دي كلها مفجوز وتوجب الحرب مع الله تعالى: إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، توجب الحرب مع الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم، ابن القيم ذكر هذا الحديث قال: لا تصنعوا كما صنعت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. بعض العلماء ضعف هذا الحديث وبعضهم أثبته إلى فالزول يبتعد منا، يبتعد منا. أسوي لك خزنة كبيرة في البيت وتكون تقيلة، أصل الخزنة تقيلة دار يشيل منا ما بدوك زاي، ما هو يا الدوك بأجل وزيادة، وده الربا المعروف الواضح، يتحايلوا على الربا، يقول لك جيب لنا فاتورة من دكان بالبضائع الفلانية ونحن بنمشي نحاسب بتاع الدكان ويتنبع لك بالأجل، تحايل على الربا. ابن عثيمين قال: وهذه البضائع، قال وهذه الجوالات يعني الشوالات، قال لا يهمهم إن كان فيها سكر أو تراب، وإنما الذي يهمهم المال، كل تحايل على الربا، ما عنده انشغال بالبضاعة، ده تحايل. هاي بعض الناس في المصلى عليه هاي. التلقين ده يا جماعة، التلقين ده في لحظات الموت مش في القبر، التلقين في لحظات الموت. أولا الإنسان بعد يموت في أثناء الموت لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ده في لحظات الموت أنت بتقول له لا إله إلا الله، والعلماء قالوا، ابن عثيمين قال أنت ما بتقول له قل لا إله إلا الله، لأنه في كرب قد يعارضك من الكرب، يقول لك لا أقول، يموت عليه شر مع شدة الكرب، فإنت قالوا بتكرر له جنبه بس تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو بيتذكر بيقوم بيقوله ويموت على خير. بعد يموت تغسلوا تكفنوا تجهزوا تودي القبر دفنتوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن شنو يسأل. استغفروا ده لفظ عام، لكن الصحابة ما فهموا إنه واحد يدعو والباقين يعملوا، دي نقطة، بيجوا يدعوا أي واحد بيدعو له براه، اللهم اغفر له اللهم ثبته إلى آخره، فإنت تدعو له براه، ما جماعة دي بتحتاج لدليل، وكونه يستدلوا بالحديث ده ما دليل، لأنه قال الحديث ده ما فهموا منه الصحابة، ما فهموا الدعاء الجماعة ولا هو دعا جماعة والباقيين أمنوا، دي نقطة. النقطة البعدة كونه يجلس جنب القبر، دي ورد فيها أثر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، هو أثر صحيح ثابت، قال: إذا أنا مت قال لأهلي فامكثوا
حول قبري أو بالقرب من قبري قدر ما تنحر الجزور ويوزع لحمها حتى أستأنس بكم لرسل الله تعالى. ابن عثيمين شرح الأثر ده ويتكلم فيه وبين وقال هذا الكلام مردود لا يقبل، رضي الله عنه وصحابي جليل، وقال ذي اجتهاد منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة الأكبر منه وأفضل منه زي أبو بكر الصديق، مثل أبي بكر الصديق وعمر، ما أوصوا بالوصية دي ولا فعلوا معهم ولا فعل الصحابة، وهو نفسه اجتهد رضي الله عنه، واجتهاده مردود ولا يقبل. وإنما الإنسان إذا مات يدعى له والبدع له جم قبره، والبدع له في البيت واحد ما في فرق. يعني ما تفتكر انت لما تيجي جنب القبر بيكون الدعاء اقرب، ما اقرب، بيدعو له جوا في بيته في اللوضه براو ولا في المخزن، والبيدعو له جنب القبر واحد، لانه الدعاء ده بيمش وين يا ناس؟ الواطه ولا بيمش فوق؟ بيمش فوق، فوق دي جنب المقابر ولا هناك؟ ما اصله بيمش فوق. هسه انا هذا موبايلي ده لله المثل الاعلى، عم انا ده عنده موبايل بس انت ليه رساله؟ انت قال الرساله بتمشي كده طب طوالي في الا بلوتوث، الرساله بتدوب فوق اول شيء في الشبكه. انت جاي راجع عشان للزول كان ما دقت فوق ما بتجي، لو جمه ما بتجي. فلله المثل الاعلى، انت ما بتدعو لفوق سبحانه وتعالى. لو دعيته جنب المقابر ولا غيره فالكلام ده، اما كونه يقول لي لا اله الا الله لا اله الا الله وكذي ما بيسمع. الشغلة دي بيناتهم بقى فاصل يا جماعة، لو ما فاصل كان البر ده سمعوا كلام منه الملائكة. والرسول بيّن الفاصل، دقيقة، بيّن الفاصل صلى الله عليه وسلم، قال يصيح صيحة لزول يعذب، يسمعها كل شيء إلا الثقلين. معناه في فاصل، في حاجز، في حجاب بين الثقلين الجن والإنس وبين الميت ده، بنص هذا الحديث يسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمع الإنسان لصعق. هذا أصلا بينك كان كوركت أو جبت ميكروفون ما بتعمل لي. الزول ده مكتوب عليه عذاب، دخلته في مصنع بتاع كولدير بتاع ثلاجات وفي الفريزة جوا بيكون مسخن، وإن عمله صالح إن دخلته في بوتجاز بيكون في راحة. فده عالم بيختلف من العالم شنو الثاني تماما. فالكلام ده ما بصح إنه الناس تقعد جنب قبره وتتكلم معه. يقول لك يا أخي هذه فلان ود فلان. ود فلان دي ذاتها، ود فلان دي ذاتها، فيها كلام في العلماء. أنت المنتشرة إنه يوم القيامة بنادوا الزول بفلان ابن فلان، دي المنتشرة، دي ذاتها فيها كلام، دي نادوه بأبوه. يا شيخ. هاي آخر سؤالين، لأن الناس زي سهرنا بيهم برا. هاي. عندنا حاجة بيقولوا لنا النبي. هاي. النبي ده طبعاً يشتري حاجة مثلا يكون على الأجل معلوم، يعني بعد يجي الأجل يقوم مثلا أنت ما قدرت تسددها تعرف تحطه على شيء حتى المبالغ تصل حاجة كبيرة جدا. هاي دي 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 ما ربا البيع يا جماعة، فيه خلاف بين العلماء، البيع فيه خلاف بين العلماء، والراجح فيه والجواز اللي هو بيع الأجل وقاسوا عليه بيع السلم بتاع الزراعة ده. الزول يجي ومثلا أخونا يقول له شنو، أخونا ده يقول لي أنا مثلا يا أخي أنا الآن ما عندي قروش، أديني شوالة الدقيق دي خمسة، الخمسة دي في السوق الخمسة دي بثلاثة مليون لنهاية الشهر ليوم 29 هي بـ 3 مليون، أنا بديك 3 مليون و200. ده اسمه بيع الأجل، لكن بيع الأجل ده فيه شروط، أبرز شرطين، شرطان. الأول يكون مال لسلعة، ما يكون مال ومال. الثاني يحدد المبلغ، ما بخلوها عايمة زاد. يعني تقول له بعد الشوالات دي الثلاثة دي أسي بـ 5 مليون. بعد شهر يوم 29 نهاية الشهر بثلاثة بخمسة مليون و200. انتبه كويس. اها
وبعد يجي يوم 29 وانا اذا ما عندي الخمسة مليون ومئتين وتديني اسبوع زيادة القروش بتزيد بتبقى 5,300,000 اذا بتزيد قدر ما يزيد على الاتفاق الاول ده اسمه الربا ده الربا المعروف وده حرام اذا بيجي الاجل واذا زاد يومين ثلاثة او شهر نفس المبلغ ده بكون حرام امتى الفرق بينه وبين الربا انه الربا قدر ما يزيد الفترة بيزيد شنو المال اما ده بيع الاجل ده تحديد المال بزيادة لكن إذا حضر وقته وزادت الأيام لا يزيد فيه لا يزيد المال إنما يبقى على السعر الأول وده ذاته موضع نقاش لكن الراجح فيه والجواب هاي هاي أخونا سؤال في الصلاة هاي نعم تلقى مثلا الإمام في السجدة الأخيرة هاي في السجدة الأخيرة الإمام سجد لما رفع رأسه بتلقى فيه كمية من الناس هاي ما قاعد يرفع آه. دمر الإمام يخي في التجمع بعدين بعدين يرفع راسه يكبروا بصوت عالي الله أكبر السجدة الأخيرة لا نعرف عن الدين بس هاي جزاك الله خير حكم الدين فيها هاي دي معنى الناس ورا الإمام أقسام في نوع بيساوي الإمام يعني الإمام قال الله أكبر وداك بيكون قال معاه والله أكبر وفي نوع بفوت الإمام بيسبق الإمام قبل ما الإمام يقول الله أكبر هو شنو؟ يقول الله أكبر. في نوع بيتباطأ شديد مع الإمام. يعني الإمام قال الله أكبر ركع ده بكون واقف. لما الإمام خلاص قام وقام من الركوع ده يا دوب داير شنو؟ يركع ده المتباطئ وده زي الصنف الذكر. ديل كلهم مخالفين للسنة. وبعضهم صلاته باطلة زي المتباطئ ده صلاته باطلة. والمسابق للإمام صلاته شنو؟ باطلة. يساوي للإمام إن كان في غير تكبيرة الإحرام وقع في مكروه، وإن كان في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، كما قرر ابن عثيمين رحمه الله. الجائز والصحيح والسنة إنما جعل الإمام ليؤتم به ده في صحيح البخاري، ده القسم الرابع. اللي هو الإمام يقول الله أكبر، التاني أنت تقول الله أكبر. ركع أنت تركع. قام بعد طوال شنو تقوم لا تسابقه لا تمش معاه لا تتباطأ تكون ساجد وعندك باقي مشكلة لا تدعو فيها مشكلتك طويلة والإمام قام وإنت لسه ده صلاتك شنو تكون باطلة إذا دخل في الركن الثاني وإنت ما زلت في الركن الأول وهو دخل في الركن الثاني ومشى للثالث وإنت في الأول ده الصلاة بتكون باطلة بتكون الصلاة باطلة فالزيدين احنا بننصحهم انه يتابعوا الامام يتابع الامام شنو؟ الكلام ده من داير عادة داير عادة طيب الناس ورا الامام يا ناس اربعة ركز فيهم بالراحة الامام لما وقف دار يصلي الناس وراه اربعة اما مسابق للامام قبل ما الامام يكبر تكبيرة الاحرام الاولى في الصلاة هو ده بكبر قبليه الإمام واقف يقول الله أكبر ده صلاته من البداية للنهاية باطلة ده الأول انتهينا منه ده المسابق للإمام ما خش فيها هاي جزاك الله خير ما خش فيها أصلا النوع الثاني ده المساوي للإمام مساوي له يعني ماشي معاه زي المسابقين ماشيين سوا كرر ده ماشي ب 120 وده ب 120 إذا صح التعبير ديل ماشيين سوا دي إذا ماشيين سوا من تكبيرة الإحرام صلاته برضه باطلة. لكن لو كبر بعده في تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام دي الأولى يعني الله أكبر كبر ده كبر بعده لكن بقى يساويه في نص الصلاة الواجب عليه يتأخر شوية. لأنه إذا بكون وقع في كراهة أقل درجات الكراهة. ده اسمه المساوي ده انتهينا من الموضوع. إذا سواه من بداية الصلاة من تكبيرة الإحرام رفعوا يديهم سوا وكبروا سوا صلاته باطلة مساوي معه وإنما الواجب عليه ينتظر الإمام ويكبر ده القسم الثاني خدته به جنبه انتهى فاضل قسمان القسم الثالث وده هو بتاع أخينا جزاه الله خير ده اسمه المتباطئ ذو البطيء
الإمام كبر تكبيرة الإحرام، ده واقف لسه جاء كبر تكبيرة الإحرام معاه، بعد مشى في الصلاة الإمام ركع، زولنا ده لسه واقف مسجد والإمام ماله راكع، الإمام قام من الركوع ولسه هو مسجد واقف، بعد قام من الركوع قام ده يا دوب ركع، ده صلاته باطلة لأنه يتباطى لحد ما الإمام انتقل من ركن للركن الثاني، وده ما زال في الركن الأول الكبير قبل الركن الأول بتاعنا، عرفتها؟ المتباطئ. النوع الرابع والأخير وده الواجب عليك أنت تسويه اللي هو المتابع، المتابع ده ورا الإمام طوال، ما ماشي معاه لكن وراه طوال، يقولوا في ظنم في ظنم، كبر أنت بعد وقول الله أكبر، ركع حتى لو ما تميت قرايتك اركع طوال بعد، قام من الركوع أنت تقوم بعد، سجد تسجد معه، قام من السجود ما تعمل فيها خاشع في السجود وعندك باقي دعاء، قوم مع طوال، قوم بعد طوال، وهكذا تواصل في الصلاة. بعد ذاك الزول في الصلاة الجماعة دي لما نيجي داخل ما يكبر بصوت عالي لأنه ده بيوهم الناس اللي ما سامعين، والناس اللي بيغادي بيصلوا أو الناس القعاد والناس اللي بيجاي قدام بيلخبط لهم الصلاة بيضطربوا، هل الكبر ده الإمام ولا زول ثاني؟ انت كبر شنو؟ يا شيخ يكون الامام في الركوع صلاه في الشهر ما بتساوي بتساوي عفوا بتساوي التساوي ده ما من الشيطان، انت تكفي وتجاهد ما استطعت، عشان كي الشيطان يضحك عند التساوي العبد، ابن عثيمين قال لان الشيطان يحب من العبد ان يكون كسولا، واما اذا عطس يحبها الرحمن، فالعبد يحمد الله تعالى ويدل على نوع نشاط، والله تعالى يحب من العبد ان يكون نشيطا في طاعته، ان المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن. هذا الامام يكون راكع يا شيخ عليه بس هذا الامام يكون راكع زول بيجي خاشع، المفترض يكبر تكبيرتين ولا نعم المفترض يكبر تكبيرتين، اذا الامام راكع وانت جيت داخل ما تكبر سريع الله اكبر والتنازل طوال، دي عند بعض المذاهب الصلاه باطله كالمالكيه، الله اكبر مطمئن بعد ذلك ثاني الله اكبر وترجع، حتى لو فاتك في اخير من صلاتك كلها تكون باطله، اخر سؤال اخر سؤال جبير قلنا جزاكم الله يكرمكم يا الله يكرمكم ينمتوك جزاكم تفضل الميت. نعم. الصدقات الصدق قد اتصل للميت وما ما اتصل، يعني عندنا هنا في المسجد حته هناك في ناس بيعملوا مثلا تفكيرين بيعملوا شاي زلابيه يبايع من الجمعه هنا يصلين ياخذوها يشربوا وداب بينيك صدقه للميت. والله دي موضع خلاف بين علماء، في عبادات معينة دي موضع يعني العلماء فصلوا فيها في إنه شنو بتصل للميت كالدعاء للميت كقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ففي عبادات بتصل للميت، الحج عن الميت عليه حج واجب ومات فحج عنه ده بيصلوا خاصة من ولده، وكالنذر وكقضاء الصوم إلى آخره، لكن بقية العبادات أو كثير من العبادات في بعضها ما ذكر، هذه موضع خلاف بين العلماء، في بعض العلماء بيقولوا بتصل وبقيسوها شنو على العبادات الذكرت اللي بتصل ديك، بقيسوا يعني طالما الدعاء عبادة بيصل بنص القرآن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا نحن الحيين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، دما ما داخل فيه وولد صالح يدعو له دما جنوب دعام، حتى لو ولده لو غير ولده انت طالما ذاك مؤمن وسبقك بالإيمان
او صحابي دعيت له الدعاء شنو الله مدح الناس البدعو ودل على انه ال- 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 الامر ده محبوب عند الله طالما هو محبوب عباده لانه العباده امر جامع لكل ما يحبه الله ويرضى الى اخره. طيب اما بعض العلماء قاس وبعضهم قال بان العباده لا تصل الى الميت واستدل بنصوص منها قول الله تعالى ان لا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى الا ما سعى واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا مات الانسان انقطع شنو عمله الا من ثلاث الا من صدقه جاريه كل عمل الصدقه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به هو نشر العلم ده او تسبب في نشر او ولد صالح يدعو له وكون الرسول عليه الصلاه والسلام يقول انقطع عمله الا من ثلاثه معناه عمل الباقي ماله ما بيصل الا الثلاثه فالاولى بهؤلاء ان يدعوا للميت انت عشان تمرق من النغاج ده كله شنو ادعو للميت بس ادعو له بالرحمه وادعو له بالخير وكذا بدأ يكفي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا